تحت هذه الخيمة الرياضية اجتمعت 22 دولة بثقافاتها ولغاتها وألوانها بجامعة الملك عبد العزيز وبرعاية سمو محافظ جدة. تراث الشعوب يحتوي على مجموعة متنوعة من العروض والفنون والحرف اليدوية والعديد من العادات والتقاليد، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية والتراثية للزوار. فيه مباني قديمة في الصين قبل 100 سنة، كل مباني زي كده قديمة جدا، ما في حديث، لا تجدون مباني حديثة والجديدة. وهذا شوف، هذا يسمى عقد سيم، من شكله ممكن أن نفهم هو يمثل وحدة وطني ووحدة الشعب ووحدة الأسرة. هذا المجسم بمثل المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى هو عبارة عن كل ما بداخل السور، مساحته 144 كيلومتر. داخل المسجد الأقصى في 7 مساجد مسقوفة. عندنا مسجد قبة الصخرة، في هنا تحت الأرض المسجد المرواني، هنا المسجد القبلي، تحته في درج في المسجد الأقصى القديم، وهنا في عندك المسجد اسمه مسجد البراق. طبعا هنا حائط البراق اللي هو هنا بيصلوا اليهود. يعني قدمت كل من الفلبين وباكستان واليمن الفلكلور الشعبي، شارك فيه طلاب الجامعة من المنح الدراسية وسط حضور كبير من الطلاب والزوار من خارج الجامعة وعدد من قناصل الدول الحاضرين لهذه الفعالية. والله الحمد، في أول مهرجان يقام في جامعة الملك عبد العزيز من مهرجان تراث الشعوب للطلاب الدوليين، كان والله الحمد إقبال جميل جدا، أولا من أصحاب السعادة القناصل بسفارات دول المشاركة بالجامعة، والدول المشاركة طبعا كانت 22 دولة والله الحمد في هذا المهرجان، كأول مهرجان يرعاه صاحب السمو الملكية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة. يعني والله الحمد نرى فيه إقبال جميل جدا وتفاعل من قبل الدول المشاركة والمسؤولين أيضا المشاركين في هذا المهرجان. تعد مثل هذه المهرجانات فرصة حقيقية للتعرف على ثقافات وتراث دول عدة يدرس أبناؤها وبناتها بالجامعة بنظام المنح الدراسية. عبد الرحمن الزهراني، الإخبارية، جدة.